السلام عليكم. بس حالكم ياك لباس يا خير ياك معافين. معكم سالم عبد الله من المنظمة العربية للمدن النظيفة. عندنا مشروع هون لهنا بناء مراحيض عمومية بالعاصمة. واحد منهم يلا يعود هون. هون. هو مقبول المكتب مكتب. ها؟ هو أنت هي ملكة المنزل. هو مكتوب مقبول مكتب دراسات وقابض على النقاط المحددة هاي واحدة منهم. نقاط شنو؟ نقاط على خارطكم انتم؟ انا لا عندي خارطة ماشي عليها. وعندي تعهد. هو مشروعين قالوا مراحيض عمومية. تقرايها العقد. توقعين نادي. حق الله. لا انت قاعد مولتها. ليجي؟ طاري في مولتها؟ هي طاري عملها من اجل مدن. شو هي قاعد خطاها؟ هي هون عندنا احنا مواليد ان شاء الله. مواليد. هو بعد على المرشد كان؟ فهمنا حنبعد. انت قراي العقد بعدين تشوفي؟ هذا قبل شفناه لا في المدن المتقدمة. احنا فارقة مو بينا. يا قال هذا جاي لموريتانيا ياك تعود ياك تعود كيف هذا فات جرب عدة مدن الجزائر فات وعدل هو إجباري والله هو إجباري شوف هو منظم مع الدولة نحن منظمين مع الدولة مرخصانا دولة ما أدري تدري أنا جاي أنا جاي قد بعد شوفي أنا جاي لا من بني قاعدات نقولوا لك ياك أهل الشارع يستفادوا منه الشارع ما هو الشارع هو ما في خال ولا أبي شوفي مثلا الناس الواقفة منهم هاي رواية مقصودة هذا ما يقدر قاعد يصير تعرف التوقيع داش بيدي هو لا يخلط مع يقبض ما عندكم ماشي هو انت تسمح لي وسمحت هو ما ريبتنا قاع شوف تداري تعبان هو ريبتنا بعد هو فات وعدل شوفي هو لا بده يعدل هو لكنه ما ريبتنا هون قدام يعني اللي عاد ريبتنا هو عنده نقاط محدده مقبله حسب مكتب دراسات مكتب دراسات مكتب دراسات في فرض على الناس دي هذو شاهد قدام ديار لا قاعد تاري الله يعدل قول لي ما تجور باش تعرف ما تجور لاش انا ما نعرف نمونه انا عندي نقاط انا عندي نقاط نو ماني جاي على ذاك الاساس انا عندي نقاط محددين اللي ندير فيهم المقاسات نقبل توقيع صبح اصبح تجي الناس تنفذ الصبح هو اللي باصبح ان شاء الله إذا من الإجراءات ما شاء الله السريع قاعد مدن الله يخليك صرحنا فيه ولأنه من إشطارة الإجراءات قاعد مشطارة ما تصدقونه بعد قاعد هي الدولة شو من القبة مو عنا القبة هي الدولة أكثر ظاهرة منتشرة هو الناس اللي تقول في الشارع كامل ما شاء الله بقريع القبة عن التشارع وين الناس؟ قريعوا عنا بعد القبة ثم لا يجيبوا ولا ولا أحد يصدق هاي نعت ركبة شوفي شوفي خلي كردري تاخذ كردري تاخذ هنعتنا على تاخذ انت من هدا؟ راح. قاعد ما تعدلوا لي انا ها؟ هو انت ما لكم استفاد انت ما تقدر تعمليه قاع؟ شوفي هو اللي يجي هون. ايوه. لا يخلط مع الموظف. الهي 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 ما له قد صح لا بالموافقه مع مولاتها. هي لا بتوافق. لا بتوافق شنو اجباري عليه توافق. ايه به اللي يص لين لين ما تعدل هي راح. لكن فين مرقت انا شخصيا؟ السلام عليكم. انا قاعد كرت من الشمس هذا تمونك انه ما يقدر يعدل. سبحان الله ما يقدر يعدل. هو لا انت شوف انت لا ما وقعتي ضرك ليش الصبح يجوا السلطات حق الله ما ريبتنا هون ما دقدقنا ما تقد انتم في دوله دوله وبنيتوا دوله دوله ما تولى دوله في خدمتنا احنا ولا دوله ما تولى هذا ملك عام انتم لكم لكم قلت لك ذا في ما قد هذا لكم شوف هي اللي عاجز هي ما قرات هي صابل هي لين شوفي هذا عقد اتفاق شوفي المنظمة تتحمل تكاليف بناء المرحاض وتجهيز وطبق المعايير المطلوبة بهذا الشكل الاقتراحي. ايوه هذا عليكم انتم. المنظمة مولي تكفل بنسبة 30% من فواتير الموضوع.
الله يوصلنا فيكم ان شاء الله. ايوه السبب شنو؟ بان احنا نقبض ما عندكم، نقبض الضوء ما عندكم، وفونس مودي اللي يرتبط بفونسات الدار البلية اللي تطرحون انتم هنا اللي ترتبط بمجاري دارنا. والله شو تجبر صاحب المنزل؟ شوفي شو تجبري انت؟ اولا يا تحافظوا على نظافته، يعني نصيحه انتم هم تصغلوا انتم مسؤولين عنه. واحمد ربط المرحاض. شوفي قلت ايه ماشي انا كرت الشب، قول لهم اني انا ماشي تسونني بسرعه. انت جيب لهم انا ما قلت جيب لهم رسالتي لما اقول لهم نقطه انت النقطه ما عندها رقم. انا ما قلت نرجع ما دون توقيع ولا رقمها هاي قول لهم نقطه رقم كذا ولا لا بنيا ما قلت خاصه بكرا. انا ما قدر نمشي ما اجبر توقيع بعدين هم مش ياخذ نجبر توقيع من جد مقاسات ولا انت ماشي. ايوه طيب الخطه بقى البلان بي شنو انك لا تسافرتي غير حنين ما قطشتوا في العالم تقطع سافرتي هذا اللي تعلمتوه. سالم شوف اسمع تقطع سافرتي انا مسؤول عنه اي وزاره وي علاقتها نحن تابعين من النظافه تابعه المنظمه بالتعاون مع وزاره الخارجيه. يلا اسمحني اسوي انت قلت لي شيء انا اسمح لي اسوي لك الحين اسمح لي انت دور توقيع هو الناس يجون اصبع قلت تقيم قلت تقيم الشمس قلت تقيم الدار هون تصوحن ذي انا ما قلت تصوحن عندها الحق بقى ما يرجعش معناك يترجع ان شاء الله دور تقيم دخل دور هو يمشوك شهر يدخل وهذا نقاط ذافته ما في تدخل حد قناة لا توقعين انت حق الله فصلنا مع النادي قالوا لي بني دوش قدام الدار قال لك انه لي بني لك دوش قدام الدار ويا ربطوا بمجاري الدار. السلام عليكم شحال من لباس يا خير احنا قاعد وشات الاندرا قافلين ومسبرين ها في اطار مشروع بناء مراحيض عموميه متفرقين في العاصمة ها ما وتكنت على راحتي لباس يا خير هو اللي يعد نظيف يعد معايير انا فين بدي اطفيل انا ما عندي وين قاعد تجي هاي ليتو علق هاي ني علقهم بدي ليش تهداوا مو بيه ليتو توقعين انتهم يا اخي اتوقع لك حنين هو شوف خارج الحياه فيها اختياري اجباري لعاد اختياري يبات عنه هذا اجباري قلت له اجباري صا معناها بكلام البيضان معناها وقعيا نعود نمشي ندق انا مساميري شوفي هذا عند قدام ندق انا مساميري نعود نمشي شوفي شوفي الأخت شوفي هو واحد من سامير اللي يعود هون ها واحد من سامير اللي يعود هون هذا ما فات الحق سلمى أنت من الدار أنا من الدار أنا أخوي الراعي ايوه خليه ما تتكلم معي هي المالكة هي المالكة انا مالي بسيني لك من ابقيت بنوه هو دار بريت دور عندك بنوه انتو خلوا عنكم شوفوا انت العقد قريتي يعني انا قرأ سيدي ما يعني انه ده ما هو مقارن هو ده وبعد جاي من الجهة الرسمية هي بعلاقتها بالمنظمة ما هوش قط العالم كامل انت قط سافرتي ما قط سافرتي انت شفتي في خارج بعد؟ ما قطش ها الله انا ما قطش ها الله ما انت قطش ايه انا اللي ندير فم واحد واله واحد اللي ندير هم اللي واحدهم اللي ندير واحدهم شوف اللي ندير واحدهم بيلي هو هذا اللي يدق دق هذا اللي يدق دق مو هذه اللي علقهم خليه يفهم هذه اللي علقهم انا دورك تمشي بيها تعلقها فيك انت تمشي بيها تعلقها على وجبتي يعني يا قال ارض هون ما ادري فيها ما ادري انتوا ما كنتم قابلين الفكره انتوا ياسر انتوا انت ما الفنان فنان بقى فنان انتوا يلا عدوا مظهر بردي يلا مهم عندكم تساهموا فيه لا مظهر بردي هذا ما هو مظهر اي ويحارب ظاهره تبول في الشارع انت سوي نفسيا الناس ما لهم صعب انا ماني جاي بصفه شخصيه انا جاي عامل اي وصيفه رسميه قلت لك تكتب تقرير على انه مولات الدار ذاك اللي عنده النقطه عنها قول لهم قلت لك قول لهم يلا بين السنين يعلن ثاني قبل يوم الواحد ولا يجوا السلطات تسوي فرضه؟ يجوا السلطات وهاو جايين؟ ها؟ يجونا احنا قدام دارنا ويبنوا لنا دوش هذا ملك حامد مال البارك البارك خوزي نحن ما نربطوه بفونس وبالماء ينقبوه من عندكم عاد بدي يقرب؟ هو يعاد مراحل الدسم يعني بعد ماني فاهمه اي موش قاعد انا قطش انا ما
الوالي يعودهم هالطلاقة دين سكنهم يتهنون ياك عودهم دين يجوا. أنا بعد هذا ما وش قط حياتي شو؟ أنتي أنت عندك ما قط سافرتي ما تعرفي؟ لا ما قط سافرت. ما عندك ما تعرفي؟ عني زاد مودي ما قط شفت. بعد هاي عدل أهوالك في عدة مدن عربية جزائر مقديشو وخرطوم. مقاديشو هي ليدقيس هي ليدقيس شفت أنتي؟ أنتي ليدقيسي ليدقيسي مقاديشو نهاية السنة. شو ورقاش معك؟ انت تقيسي ما قاعد يشوف نهايه السنه انت ورقاش معاك الصراحه قال لك تعرف انت انت ورقاش معاك مسخره الحقيقيه تعرف لا لا هذا مو مسخره هذا هذا عقد منظمه محترم انا اتكلم معاه هي هذا عقد منظمه محترم ما في مسخره مسخره بالنسبه لي هي قايسه ما قاعد يشوف هي تمشي مع رقاش معاك مع رقاش وما قاعد يشوف فيها حرب اهليه كانت وصار لكن هي اللي نقيس ما قاعد يشوف هي ورقاش معاك ما قديش يشارك في الحفل تمشي هي تسبق بالصومال وتمشي برا 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 والله باحرا برا 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 بس في برا ولمن ما عنده مشكله ضامنينها ما عنده مشكله مؤمنه عندها فرق مؤمنة هي تشارك في حفل في حفل الحفل السنوي للمرحاض الذهبي نادي اللي قالوا تشارك في الحفل السنوي للمرحاض الذهبي وفي مرحاض قد تفازي بي وفي مرحاض ذهبي وقاعد قد تفوز بي وفي مرحاض ذهبي قلت لك انه ماشي معقول هي قد تفوز بي شوف وجايزته شنو؟ قيمتها قريب من 30,000 دولار. القيمة المالية. تسافر مناشورة ما قديش. هي ما قد سافرت. ما تبني دوش قدام دارك. وين متكفلين احنا به؟ بناي متكفلين احنا به. شوف. لا ما تبني. انا اتكلم مع المالكة. المالكة انا اخوه. انا اخوه. انا ندور توقيع المالكة. شوف المالكة قالت لك شيء واضح. هذا اللي انت تقول. هذا اللي دقدق. هذا اللي دقدق. ما عندي انا قريت كنت دقدق مع كامل الاحترام. ليش قال ليش ولا يدقدقوا؟ اللي يدقدقوا هو اللي يدقدقوا حنت صبح من هو الصبح ندور توقيع يقعد يعيش معي لين نوقع قلت لك تماشي يوقع انت توقع عنه وما يقدر يعني انت تقدر توقع عنه وانا عريض دارك هذا الصوع عن هذا الصوع هو ابو حن يعود له صوعونا يصوعوا اللي عليه هذا الصوع معنا هذا حن يتعود له مشاكل يميله بدنا التقدام حنا ندور وحنا نتواصلوا بعاده حد ندور وحنا نتواصلوا معهم اللي ما نقبلوا للدوله انتم انتم فرعي كنتوا تقبلوا انتم ما تقدروا كنتوا تقبلوا فرض قاعد له قرعه من قاموس انتم فرعي كنتوا تقبلوا بيد وين الزام انا شغلتي خاصه ربع واحد اتوقعين انت نمشي انت قاعد يعودي ما مهم عندك واقعين نمشي انا وتو انا ما يدي الواقع وي وهاي اقرا ما يصيفطوك شروط دي وتك ما يصيفطوك شروط ما بتعت ماشي وها هاي ندخل قلت لك انا ما داخل عندهم منى سوالا نقول لك لا انا ندير انا بعد مسامر ونقبى قياسات هيك بالتعاون مع المنظمه ما في اسمح لي شوي عندي اخو مشكله هذا بالتعاون مع هذا فات وجرب عده مدن عربيه وين منى حق الله انا خليت قلب فلس ما انت انت قال لك انت قاعد مالك في تقرير نفس ما تقرير نفس انت مالك فيه والله ما ادري خلينا نتكلم مع الراجل ايش تي امانات ما هو حلبة مساميرك ومريادك تماشي لعت مالك مجنون هذا اعتداء على عامل اثناء تديت عمل اعتدى اقول لهم عني اعتديت على عامل اثناء تديت ومهامه في الوقت الدوام حق الله ده من هو؟ هذا ما عنده علاقة هذا. أنا جاي من البلدية اللي يلا يعود يعني أنا جاي من. هو جاي من. أنا تابع. جنبه عندي عنه هو من. لا أنا جاي من عند منظمة. منظمة. بالتعاون مع. أتحكم في ديارنا. بالتعاون مع الدولة. انت كنت قريتي انت فهمتي انت ما قريتي انت ما قلت استقرار ممتلكاتنا ممتلكات هذا موركم هذا موركم هذا موركم هذا الطرق اللي يجي معك كامل يلا يشاور عليكم نحن ما عنده طشه من الدوله ما عنده طشه تعدل فيها هم عام قاعد دوش الماره الناس باخذون الناس باخذون حق انتم ما ياخذون مشاريع وعدل فيها وفات عدد 45 45 لا عندكم مقادين انتم ما يقدر يدخل حد عليكم والله قيسوا بي انتم قد حد دخل عليكم دور دوش هذا وكيفك اقبال ما حدك هو هاي هو ذا اخباره منى شوفي شوفي وهيلا منى حقيقه الحقيقه الى ربنا حقيقه الحقيقه عن هذا البرنامج انت جابوك الاذاعه كاميرا جيتها صورتك هذا هو متميزين عليك هذا جابوك الاذاعه ونقول لك
وبلا معنى حد في الحقيقة حد يفتنى له دوش عند الم. أنا كنت رأي نقص الهيلة على الله أقعد ترجع لأني رأيكم. وبلا معنى بلا معنى حد يبني دوش عند المدام. رمضان كريم وكنت عامت ما خير وهذا. هاي ظاهرة المرحاض الحقيقة. ذهب مرحاض. ما إحنا شرقينا.